أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. مرة أخرى وشاعر سوري تلوع في غربته ولا يزال يحمل وطنه حقيبة. ذكريات الأب، ذكريات الأرض الأم، وكذلك أم لا يمكن لها أن تنسى الوطن، هي دائما حاضرة في قصائده. مشاهدينا الكرام، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عنكم، اسمحوا لي أن أرحب هنا في ضيفي في الأستوديو بالشاعر أحمد العمعوم من سوريا، تحديدا من الرقة. أحمد، أهلا بك. أحمد حللت، أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. حياك الله أستاذ مصطفى، أشكرك وأشكر قناة الرافدين على هذه الاستضافة، رفع الله قدركم وأعلى شانكم. نحن أكثر سعادة بتشريفك يا أحمد. لماذا الشعر، هذه اللغة العالية، هذه الجراح التي لا تزال تنحدر من شفاه وقلوب الكثير من الشعراء الذين يعيشون عذابات أوطانهم، لماذا تكتبون الشعر؟ سؤال قد يسأله سائل. نكتب الشعر لكي يعني ننفس عن أنفسنا، إن صح التعبير. نعم. يعني نجد في الشعر المتنفس، ويعني حتى نعبر عن شعورنا، عن شعورنا، عن شعور غيرنا. نعم. عن شعور من لا صوت لهم ومن لا يستطيعون أن يتكلموا. نعم. نتحدث بلسان حال. نعم. من يبحثون عن قلب يتحدث عنهم. إلى أولى القصائد، وقبل أن نذهب إلى القصائد، أريد منك أن تحدثنا قليلا عن أحمد العمعوم، سيرة قصيرة أو ما تحب من معلومات تود للمتلقي والمشاهد أن يعرفها عنك بما لا يزيد عن دقيقة، تفضل. طيب، أنا أحمد العمعوم من مدينة الرقة، أعيش في تركيا. نعم. منذ عام 2015. عندي حب للشعر والعربية بشكل عام. عظيم. في عام 2017 تعرفت على شخص اسمه أحمد ابن نبيل من مصر. كنت أنظر إلى العروض، طبعا أنا أحب أن أكتب الشعر، لكن كنت أنظر إلى العروض والنحو على أنهما علمان محال أن يدركهما مثلي بلا مدرسة ولا شيء. لكنك أدركتهما وأدركت جلهما. نعم، ذلك بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هذا الرجل الذي علمني، أحمد بن نبيل. أحمد ابن نبيل. نعم. نعم. وإلى الآن يعني كلما التبس علي أمر أرجع إليه. كلما التبس عليك أمر ترجع إلى أحمد. نعم. وبعيدا عن الالتباس، نريد أولى القصائد حتى يكون هناك تماس محبة بينك وبين المتلقي الذي يسمعك ويشاهدك. إلى أولى القصائد، تفضل يا أحمد. طيب، أفضلت أستاذ. ما اسم القصيدة؟ عادة لا أعنون القصائد. هذا أمر سنتحدث عنه، لماذا لا تعنون القصائد، ولكن بعد هذه القصيدة، تفضل يا أحمد. نعم. أقول أنيسة خفاقي وواسطة العقد، أنيسة خفاقي وواسطة العقد، عليك سلام الله بالقرب والبعد، سكنت سويد القلب منذ طفولتي، ولن تخرجي حتى أغيب باللحد، وكنا تعاهدنا على الصدق والوفا، فصمت ولكن أنت أخلفت بالوعد، وكنا تعاهدنا على الصدق والوفا، فصمت ولكن أنت أخلفت بالوعد، تظنينني أنسى الذي كان بيننا، فلا والذي أخزى ملاحدة الكرد، تظنين أنسى؟ تظنينني أنسى الذي كان بيننا، فلا والذي أخزى ملاحدة الكرد، أما والذي ذل الصليب وأهله، ومن مكن الصديق من كل مرتد، لباق على حبي إليك ومخلص إلى الملتقى يا ليل في جنة الخلد. عظيم. لباق على حبي إليك ومخلص إلى الملتقى يا ليل في جنة الخلد، ولو أن هذا الود وزع للورى لكنت غمرت الناس والله بالود. مجددا، ولو أن هذا الود وزع للورى لكنت غمرت الناس والله بالود، تصدين عني كي تخف محبتي، وإن الهوى يزداد يا ليل بالصد. أجد وأعد. تصدين عني كي تخف محبتي، وإن الهوى يزداد يا ليل بالصد. يا والله. وإني وإن أشقيتني الدهر قائل عليك سلام الله
يا ناقض العهد وإني وإن أشقيتني الدهر قائلا عليك سلام الله وإني وإن أشقيتني الدهر قائل عليك سلام الله يا ناقض العهد يلومونني لما رأوا ما بثثته وإني لأخفي منه أضعاف ما أبدي ولو أنه قد مات لم أشك فقده ولكنه حي مصر على البعد ألا قاتل الله الهوى ما أمره ولا سيما إن حل قلبا بلا قصدي لقد فعلت ليلى بقلبي مجازرا كفعل أولاك القوم بالجيش والحشد ذللت لها والعز كان مخاللي وإني عزيز النفس إلا لدى الفقد وإني من القوم الذين هم فرادا هم إن ثارت الحرب كالوفد ظللت مجددا ذللت لها والعز كان مخاللي وإني عزيز النفس إلا لدى الفقد وإني من القوم الذين هم فرادا هم إن ثارت الحرب كالوفد وقد قيل لو كانوا على الحق مكنوا وسادوا الورى أو وقد قيل لو كانوا على الحق مكنوا وسادوا بلادا غير معروفة الحد ينادون إنا قادمون وما أتوا فقلت صباب الغيث يسبق بالرعد وما عدم التمكين يعني انهزامهم وما عدم التمكين يعني انهزامهم ولكنه جزر سيعقب بالمد سلوا الخيل والبيدا وكل كريهة وكل صقيل باتر أبيض الحد غداة أتى الجيش الصليبي غازيا بآلافه جاءوا فرادا على جردي علوها وقد سلوا السيوف وأقسموا عليها حرام أن تعود إلى الغمد عليها وقد سلوا السيوف وأقسموا علوها وقد سلوا السيوف وأقسموا عليها حرام أن تعود إلى الغمد فأردوهم والخيل تعثر بالقنا ولم يبذلوا في قتلهم أيما جهد وقد شربوا حتى ارتووا من دمائهم وطعم دماهم كان أحلى من الشهد كسرناهم في الرافدين وإنه لقد هابنا من كان في السند والهند كسرناهم في الرافدين كسرناهم في الرافدين وإنه لقد هابنا من كان في السند والهند سنبقى نخوض الحرب لله قربة إلى أن يفيئوا من ضلال إلى رشد ولا يعتدوا يوما على أرض مسلم الله ولا يجعلوا للواحد الفرد من ند ولا يعتدوا ولا يعتدوا يوما على أرض مسلم ولا يجعلوا للواحد الفرد من ند ولا يجعلوا للواحد الفرد من ند من ند أحسنت ختاما كما أحسنت مبتدأ أحسن يا أحمد أحسن. هذه القصيدة الكلاسيكية التي تنتمي بها إلى مدرسة الشعر الموروث وتراثنا الواسع الذي لا يمكن له أن يندثر حدثني عن فكرة ضرورة الارتباط بآثارنا الشعرية القديمة وعدم الانسلاخ منها أستاذ مصطفى بداية ننظر إلى الجانب الديني الآن تفضل الآن النبي صلى الله عليه وسلم أو عفوا من أراد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يسير على نهج قديم صحيح ونحن لابد لنا من أن نسير إن أردنا أن نكتب الشعر حقا لابد لنا أن نسير على طريق القدامة سواء من الجاهليين أو في العصر العباسي أو الأموي أو غيره تقصد أنه لن يصلح حال شعر الأمة إلا كما صلح حال أوله أيضا بالضبط. كذلك نعم بنفس الطريقة نعم بنفس حتى الطريقة. للشعر نعم كما ابتدعت فرق و من الجماعات وغيرها وابتعدنا عنها يعني نعم لابد أن نبتعد عن لابد أن نبتعد عن فكرة تغريب الهوية تغريب الشعر تغريب اللغة نعم لكنك لست ضد التجديد يا أحمد نعم ضد التجديد؟ لا لست ضد التجديد و أنت ضد الانسلاخ من القديم نعم أحسنت يا أحمد أحسنت أحسن طيب الآن دعنا نتحدث عن فكرة أخرى عزوف الشباب عن القراءة باعتقادك ما سببه؟ الإنترنت غالباً كيف؟ لا يمكن يعني للإنسان أن يتصفح الإنترنت أن يتصفح يكون له بعض عادات تقنية إن صح المصطلح والتعبير وفي نفس الوقت يكون له قراءاتها الخاصة نعم لكن غالباً نلتهي لا أتكلم عن الشباب فقط لكن أتكلم بشكل عام يعني نعم نلتهي غالبا مثلا سواء في الالعاب اعطني هذه القصيده واكمل اجابتك تفضل نلتهي كيف قل
سواء في الألعاب. طبعا أنا لست من أصحاب الألعاب لكن أتكلم بشكل عام. يعني أنت تتحدث عن الجيل الطالع. نعم. الذي يعني يلهي نفسه عن القراءة ببعض الألعاب وبعض الملهيات. بالضبط. طيب ما الحل باعتقادك؟ أو في المسلسلات. كيف يمكن لنا أن نستميلهم مجددا إلى القراءة؟ كيف يمكن أن نحببهم بالقراءة؟ كيف يمكن ذلك؟ يعني أعطني طريقتك. لو أردت أنت مثلا، لنتخيل أن أحمد العمعوم لا يحب القراءة، يتصفح على الإنترنت، كل وقته يقضيه في الألعاب، وقال له قائل أو جاءه هاتف من شعر ومحبة وقال له عليك بالقراءة فإن أول كلمة نزلت على المصطفى صلى الله عليه وسلم هي كلمة اقرأ، كيف ستفعل حينها؟ كيف ستحب القراءة؟ والله السؤال قد لا يكون واضحا لكن أعلق على جانب منه. تفضل. بالنسبة أبسط لك السؤال. طيب. الطريقة اللي حتخليك تحب قراءة أي مادة علمية، أي مادة أدبية. نعم. شو اللي بيجذبك؟ القرآن أولا. أحسنت. ثم النظر في السيرة، تدبر معاني القرآن. نعم. وقراءة. نعم. السيرة. نعم. وتفاسير هذه الأمور. بعد أن ينتهي الإنسان من القرآن والتفاسير وهذه الأمور، يعني أو عفوا منذ البداية سيحب العربية والقراءة. أحسنت. بلا شك يعني. لا شك في ذلك. وردت في القرآن آية كريمة يقول الله عز وجل فيها وما علمناه الشعر وما ينبغي له. هناك من ذهب إلى مذهب آخر في تفسير هذه الآية وقال إن الشعر علم، بدليل أن الله عز وجل قال علمناه، أي أن الشعر علم. وقيل أيضا في وما ينبغي له، أي أنها العروض وواجبات أو أدوات الشعر. ماذا تقول أنت؟ حقيقة ليس لي اطلاع على تفسير هذه الآية، ولا أتكلم بشيء من نفسي. لابد من أن نرجع إلى عمدة التفسير أو إلى غيره من التفاسير حتى نتكلم بهذا الشأن. طيب، وبين فارزتين عن الغاوون والشعراء يتبعهم الغاوون. نعم. ماذا تقول في هذه أيضا؟ لابد من إكمال الآية أولا، والشعراء يتبعهم الغاوون. لابد من النظر إلى هذه الآية أن هناك استثناء. نعم. لا تشمل كل الشعراء، وإلا لشملت حسان بن ثابت. حاشا طبعا. أحسنت. لكن نقول هو الصحابي الجليل. لو كانت الآية على العموم وليس بها أي استثناء لما كتب الشعراء حسان بن ثابت، ولما قال له صلى الله عليه وسلم أهجهم يا حسان فداك أبي وأمي. نعم. أهجهم وروح القدس معك. إذا ما أردنا أن نتحدث الآن يا أحمد عن فكرة مغايرة. نعم. وهي فكرة اللغة العالية في الشعر، ألا ترى أن استحضار بعض المفردات القديمة والمفردات المعجمية والمفردات الجاهلية ربما تجعل الناس ينفرون قليلا؟ كن صريحا مع نفسك. نعم نعم. طيب ما الحل؟ الحل أن يتعلموا هم، وليس أن ينزل الشعراء أو الأدباء إلى اللهجة أو اللغة التي يتكلمون بها، اللغة الركيكة أو اللهجة الركيكة التي يتكلمون بها. أنا هنا لا أتحدث عن اللغة الركيكة. نعم. ألا ترى أنه ما بين اللغة العالية واللغة الركيكة من الممكن أن نكون في منطقة وسط؟ نعم. من خلالها لا ننحدر باللغة بلا إسفاف. نعم. ولا تعقيد. هذا الأمر يكون عفواً، يعني قد لا يستطيع الجميع أن ينزلوا إلى المنتصف. هذا الأمر يكون عفوا. يا أحمد، هدباء قباني بنت نزار قباني قالت في يوم لقد نزل والدي من برجه العاجي إلى عوام الناس. نعم. وكثيرون قالوا إن شعراء عقدوا اللغة وعقدوا المجازات وصعبوا اللغة على المتلقين، لم يصلوا إلى الناس كما وصل من يتحدث بلسان حال الناس يتفق مع همومهم، مع أحزانهم، مع غمومهم، مع ظروفهم. لماذا لا تكون هذه اللغة هي الحاضرة في النصوص؟ سؤال. هل أنت ضد ذلك؟ نعم. أنت ضد ذلك؟ نعم. يعني أنت مع فكرة ضرورة التشبث بالقديم. نعم. وإعادة يعني هضم اللغة القديمة ومحاولة يعني أن تجري على ألسنة الناس حتى في أحاديثهم. نعم. حبذا لو على ما يبدو لو أن هذه مهمة أو أن هذه مهمة شاقة وحلما بعيد المنال، لكن أرجو أن تتحقق وأن تكون قريبة.
نعم، ليس ذلك على الله بعزيز، ليس ذلك على الله بعزيز ولا نعم. كذلك على الشعراء ببعيد من الشعراء أصحاب الهم الوطني، الهم الإسلامي، الهم الإنساني الحقيقي يا أحمد. قبل أن نذهب إلى فاصل أود أن أسألك سؤالا آخر. تفضل. ما الذي تريده من الشعر يا أحمد؟ أن يوصل رسالتي للأجيال القادمة. للأجيال القادمة يا نعم. رجل لا تزال حديث السن وتتحدث عن الأجيال نعم. القادمة. قد يقول قائل ما المغزى من فكرة الأجيال القادمة؟ أم أنك تقصد بها أن تكون لغة عالية بما يتيح لها أن تجد مكانة في نفوس الأجيال؟ نعم، أنا أتكلم عن الأجيال القادمة، يعني أن توصل رسالتنا أو المعاناة التي نعيشها الآن. هذا ما أريده من الشعر، أن يوصل رسالتي إلى الأجيال القادمة حتى يروا يعني ما عشنا به أو نعم. ما مررنا به نعم. أو ما مرت به كل البلدان الإسلامية، سواء في الشام والعراق أو غيرها من الدول الدويلات. سنتحدث عن فكرة الدويلات ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن وإياكم إلى فاصل قصير، بعده نواصل ما تبقى من هذه الحلقة من بيت القصيد. ابقوا معنا. حياكم الله أعزائنا المشاهدين وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من بيت القصيد مرة أخرى. نذكر من التحق بنا في هذه اللحظات، معنا هنا في الأستوديو الشاعر السوري الشاب الصاعد وصاعد بقوة أحمد العمعوم ابن الرقة. قبل أن نتحدث قليلا عن الرقة التي تحب، ماذا قصدت قبل الفاصل بقولك دويلات واصفا الوطن العربي؟ لماذا قلت دويلات؟ المفروض انها هي كانت في سابقا يعني على في زمان العز يعني كانت تسمى بالولايات. هذه الدول الان كانت تسمى بالولايات. ويعني الان مصطلح دوله مصطلح كبير على هذه الدويلات. اكرر يعني انت تقصد انها كانت جزء من خريطه اسلاميه كبيره من نعم. خلافه ممتده نعم. ملأت الأرض عدلا والآن أصبحت مقطعة، وللأسف كل دولة أو دويلة كما تحدثت أصبحت ضعيفة وبعيدة عن أختها، وبالتالي ينال منها الغزاة والطامعون. نعم. جميل يا أحمد. طيب الآن سنتحدث عن الرقة بعيدا عن الأسئلة. طيب. قل ما تحب عنها. الرقة هي مدينة تراثية وقد اتخذها الرشيد عاصمة رديفة له، عاصمة رديفة للخلافة في زمن الرشيد يعني. حضرة الخلافة كانت بغداد. نعم، لكن الرشيد اتخذها عاصمة الرديفة، اتخذ الرقة عاصمة الرديفة. هذه معلومة جديدة. نعم، وكان يسير الجيوش أو يسير السرايا ويجيش الجيوش من مدينة الرقة لغزو الروم. وقد دمرها هولاكو حين دمر بغداد عام 656، حين دمر بغداد دمر أيضا الرقة لأنها عاصمة الرديفة للدولة الإسلامية نعم. في حينه نعم للدولة الإسلامية، دولة الرشيد أو الدولة نعم. العباسية نعم. جميلة هذه المعلومات يا أحمد، وكأنك تحيلنا إلى فكرة تاريخية. تقول إنك خرجت من طين الرقة حتى تعيد كتابة التاريخ كما قرأته بلا تشويه ولكن بلغة الشعر. نعم. أنت أيضا أرخت حدثا قاسيا مررت به. نعم. ما هو؟ الأحداث القاسية كثيرة؟ كثيرة جدا. سأسهل عليك الإجابة وإن كان في تسهيلها صعوبة.
نعم. هذه ليست فلسفة وإنما حقيقة. نعم. قصدت كتابتك عن والدك. نعم. حدثني قليلا عن هذه الكتابة وأثارها في نفسك. أنا حين توفي والدي رحمه الله في بداية هذا العام، نعم، في شهر الأول، لم أستطع أن أكتب شيئا أبدا. كتبت بيتين فقط، حاولت أن أبني عليه ما، لكن لم أستطع. بقيت نحو 7 شهور أو 8 شهور حتى استطعت أن أكتب قصيدة قد لا توفق، يعني لم تشفي غليلي حقيقة، لكن هذا الذي استطعت أن أكتبه. البيتان قلت فيهما نسيتهما، أتذكر الآن إن شاء الله. فسح أيا عيني دمعا بحرقة على من على فصح أيا عيني دمعا على الذي مضى تاركا دنيا الفنا وقصورها عليه بكيا نوحا ولوعا وشوقا عليه بكيا نوحا وشوقا ولوعة وسحا إلى أن تفقد العين نورها. يا إلهي، حاولت هذا المعنى. نعم، حاولت أن أبني على هذا، على هذين البيتين، لكن لم أستطع. كان الحدث عصيب وأشد. نعم. من أن تكمل القصيدة. نعم، يعني أحمد شوقي أيضا وهو الشاعر الكبير، فكيف بي أنا؟ فكان البيتان شاهدين على معاناتك. نعم. ما لي أحمد شوقي؟ أحمد شوقي وهو الشاعر الكبير صاحب البيان. نعم. حين توفي والده لم يستطع أن يكتب، ممكن بعد سنتين أو سنة حسب ما أذكر، حتى استطاع أن يكتب به قصيدة لعظم الخطب. أحسنت، أحسن الله إليك. سمعنا شيء جديد يا أحمد. طيب، اقرأ علينا ما تحب، تفضل. أفضلت. قبل القراءة، نعم، ما قصة العناوين التي تعزف عنها وتهجرها؟ لماذا؟ هل هو ضعف أم عجز أم نوع من التروي مع النص؟ ربما من التروي مع النص، يعني. أحسن، تفضل. أحسن إلى القصيدة. أقول يكاد ينفد من فرط الأسى جلدي، يكاد ينفد من فرط الأسى جلدي، واهل لما حل فيك اليوم يا بلدي. قد خانك الناس إما بالحياد عن القتال أو في الولاء الجهر للأسد، وذدت عن أهل هذه الأرض قاطبة، وعنك أغلب أهل الأرض لم يذد. وكل حرب وإن طالت إلى أمد سوى التي في بلادي دون ما أمدي. الله، وكل حرب وإن طالت إلى أمد سوى التي في بلادي دون ما أمدي، عن الضحايا بها حدث ولا حرج، وعن دمار وعن أسرى بلا عددي. ما كنت أحسبني أحيا إلى زمن يؤذي النساء فيه معتوهون من قسدي. يا الله، أعد. ما كنت أحسبني أحيا إلى زمن يؤذي النساء فيه معتوهون من قسدي، وكلما أوذيت في الهول طاهرة، وددت أني أموت اليوم قبل غدي. تلك التي لا يسليها سوى أثر، أن الهنا ليس بالدنيا بل الخلود، ولا يخلصها بطش العدو سوى شهر الصيام إذ الجلاد في صفدي. صبرا حفيدة أم المؤمنين فلا عشنا إذا صبرا حفيدة أم المؤمنين فلا عشنا إذا عاش جلادوك في رغدي، لنثأرن وإن طال الزمان بنا، هذا وأجرك عند الواحد الصمد، هذا وأجرك عند الواحد الصمد. عظيم هذا الوفاء وهذا التخفي خلف ضمير الكلمة، كما لو أنك تريد أن تقدم اعتذارك وأضعف الإيمان من خلال هذه الكلمات. حدثني عن فكرة نصرة المظلوم في العالم، كل العالم. ما الذي يعني لأحمد العمعوم فكرة نصرة المظلوم والانتماء إلى الجراح؟ بالنسبة لهذا الجانب، أن ننصر المظلوم هذا واجب أصلا، الدفاع عنهم واجب، لكن إن لم تستطع فأن تنصرهم بلسانك، وأضعف الإيمان في قلبك أن تنصرهم. بالنسبة لنصرة المظلومين، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذا الأمر، قال فك العاني، هذا أولا. نعم. هذا في الكلام عن الأسرى، هم أيضا من المظلومين. أحسنت. بحكم الأسرى، أسرى الواقع، أسرى الوجع. نعم. أسرى الألم. نعم.
وفي الجانب الثاني بالنسبة أيضا لنصرة المظلومين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما كان أو مظلوما. نعم. فلنا أسوة حسنة بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني. أحسنت يا أحمد. عند الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تتأتى سيرته العطرة، نعم، وتأتي كالرياحين في مجالس الأنس والنور، فتملأها وتغمرها بالدفء، كل الدفء. نعم. إذا ما أردنا أن نتحدث عن فكرة الشعر وكيف يمكن له أن يخدم الرسالة السامية، أن يخدم فكرة انتمائنا للعقيدة الإسلامية في وقت يرى كثيرون للأسف أن الشعر ربما هو شكل من أشكال اللهو واللعب لا أكثر، ماذا تقول في ذلك؟ الشعر طبعا ليس من اللهو ولا من اللعب. نحن حين نتكلم مثلا في شعر الآن نرجع إلى حسان بن ثابت، إلى حسان بن ثابت حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم أهجهم أهجهم وهاجهم وغيرها من الأحاديث التي يحث بها النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت على هجاء المشركين. نعم. يعني كان للشعر أثر ولا زال له أثر وسيبقى له أثر، فليس من اللهو هذا طبعا. ليس من اللهو أبدا. طيب إذا أردنا أن نتحدث الآن يا أحمد عن موضوع آخر، وهو حديث من عصرنا الحالي. نعم. الخلافات التي تدور على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، ما قيمتها؟ ما الفائدة منها؟ ما المرجو من ورائها؟ بالنسبة للخلافات القائمة، المشكلة أنها تقوم كما يقول كثير من الناس يعني تقوم بين حشد من المثقفين يعني. نعم. بالنسبة لهذه الأمور الحاصلة في وسائل التواصل الاجتماعي أصلا لا عبرة لها، لا عبرة لها أصلا ولا يؤبه بها. لكن إن أردت أن نتكلم عن الخلافات الحاصلة بشكل عام في البلدان الإسلامية، وسواء في العراق في الشام في غيرها من الخلافات الحاصلة يعني، والعلاج لهذه الخلافات هو الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. يعني باعتقادك الظروف الصعبة اللي بتعيشها سوريا، بيعيشها العراق، بتعيشها فلسطين، الوطن العربي ككل، هي انعكاس يعني ما يحدث على وسائل التواصل انعكاس لهذه الأوجاع التي تعيشها هذه البلدان. نعم. طيب ألا يمكن مثلا تجاوز مثل هذه الخلافات خصوصا ما بين شعراء كبار؟ ألا يمكن تجاوز هذا؟ يمكن. إلى متى ستستمر مثل هذه الخلافات التي لا طائل منها؟ يمكن، لكن كل شخص عنده رأي ومتعصب له ولا يأبه أصلا في الطرف الثاني يعني. وأنت متعصب لرأيك؟ لا. رأيك الشخصي واثق إن أنك لست متعصبا؟ إن كان، شوف هذا بين قوسين، تفضل. إذا كان أعتقد بلش التعصب له. لا، إذا كان رأيي مما يستساغ الخلاف به طبعا لا أتعصب له، لكن إن كان في جانب العقيدة، في جانب الدين، في هذه الأمور التي أعتقدها، طبعا أنا متعصب لرأيي وأفخر بهذا التعصب حقيقة. قولوا بأني جاهل وعقيدتي رجعية وتقودني أحقادي. نعم. أنا مبدأي أن الهوان لغيرنا والعز لي ولأمتي وبلادي. نعم. صدق من قال هذه الأبيات، وأنا وأنت وكثير من السادة المشاهدين ربما تمثلنا هذه الكلمات. أحمد، إلى الشعر مجددا، أعطني هذه، لا أريد أن أثقل عليك. فضل. أسمعنا من جديدك يا أحمد ومن روائعك وهذه القلائد والفرائد التي بين يديك، تفضل إلى قصيدة من نوع آخر إن صح التعبير وإن وجد، قل ما تحب. طيب، أقول مديد أنا ضيقي. قبل المديد، قصيدة هذه عن شو؟ في النسيب. في النسيب. نعم. عمن بالضبط؟ على الجهل. لا أريد أن أحرقها، تفضل وقرأ ما تحب. نعم. سنحاول استنباط المقصود من خلال السطور. يبين لك المقصود البيت الثاني. تفضل. أقول مديد أنا ضيقي وحزني وافر ولم ترقد العينان والقلب ساهر هموم ألمت بي لذكرى فلانة وأيام كنا في الدجى نتسامر
تضيق بي الدنيا إذا ما ذكرتها، وما آفة المشتاق إلا التذاكر، وحاذرت دوما فقدها ففقدتها، ومن بعده لم يبق شيء يحاذر، يئست كيأس الكافرين من الهدى، ويأسهم ممن حوته المقابر، فيا من سلبت القلب كل سروره، عليك سلام الله ما ناح طائر، سأبكيك وجدا ما حييت وبعدما أموت وأبكي يوم تبلى السرائر، أما وجلال الله منذ هجرتني أكاد أسا أفنى، ولكن أكابر كأن بجسمي، أما وجلال الله منذ هجرتني أكاد أسا أفنى، ولكن أكابر كأن بجسمي شق شقين عندما قطعت وصالي والعيون غزائر، وفي القلب أحزان وفي الحلق غصة وفي الصدر، وصدري كأن فيه تلظى مجامر، يا الله، وصدري كأن فيه تلظى مجامر، وما كثرة الشكوى بدأبي، وإنما إذا جلت البلوى تفيض المحاجر، ويعلم ربي دون قصد ألفتها، وكم كنت من إلف النساء أحاذر، حذرت ولكن قدر الله حبها، وبالحذر ما كانت ترد المقادر، وجل الأولى هام يكون بقصدهم، ولكن هيامي للجميع مغاير، ويعلم ربي أنني قد صدقتها، وحبي عذري وقلبي طاهر، بلغت وفاء الله الله، وجل الأولى هام يكون بقصدهم، ولكن هيامي للجميع مغاير، ويعلم ربي أنني قد صدقتها، وحبي عذري وقلبي طاهر، وقلبي طاهر، بلغت وفاء ابن النبيل لزوجه بعصر به أهل الوفاء نوادر، هنا صاحبنا أحمد نبيل، بلغت وفاء ابن النبيل لزوجه بعصر به أهل الوفاء نوادر، وكنت أرى ببصيرة الحب آفة، ولكنه إن حل تعمى البصائر، وكنت أرى ببصيرة الحب آفة ولكنه إن حل تعمى البصائر، صدقت، فلله آلامي ولله حرقتي ولله ما فيه تغص الحناجر. الله الله عليك أحمد، أنت لست شاعرا وإنما أنت ابن الشعر بالتبني، هذا رأيي وموقفي من هذه القصائد التي تكتبها، يعني يبدو أنك ممن سيعيشون قليلا، وإن كنت أتمنى لك طول العمر، يعني إن كنت كتبت هذه القصائد وأنت لا تزال في سن صغيرة أو مبكرة أو حديثة، فما الذي ستكتبه بعد 10 أو 20 سنة؟ ما شاء الله عليك يا أحمد. أحمد، قبل ما نذهب إلى القصيدة الجديدة، نعم، أود أن أسألك سؤالا مختلفا عن سوريا التي تحب، رسالة إلى أهلها المنتشرين في أصقاع المعمورة وإلى أهلها الصامدين في مختلف أماكن الوجع داخلها، ماذا تقول؟ أقول لهم عليهم بالصبر، ولا بد لليل من صبح يبدده، ويذهب ماذا كنت ستقول؟ ستستشهد ببيت، نعم، شعر لأحدهم؟ نعم، لا بد لليل من صبح يبدده، ويسطع النور والظلماء ترتحل. أحسنت، لا بد يعني أن، وعليهم بالصبر وبالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ورسالة عامة أصلا، يعني ليس فقط لعامة الناس في سوريا، بل للجميع، يعني عليهم أن يرجعوا إن أرادوا طبعا، أو إن أردنا. لكن الناس على فطرتهم، والناس متشبثون بعقيدتهم ولا يبدلون ولا يتراجعون عنها، نعم، لكن الظروف قاسية التي يعيشونها، نعم، وهم تحت يعني القصف ونير المعتدي ونير كذلك، نعم، المحتل الذي جلبه للأسف ابن جلدتهم الخارج عليهم، نعم، نسأل الله أن يعني يفك سوريا، كل سوريا من إسارها، والعراق وكل أوطاننا، آمين، المظلومة والمكلومة يا أحمد. الآن إلى السؤال عن الشعر، ولكن بشكل آخر، باعتقادك ما الذي يريده الشعر منك أنت؟ بما يستأمنك؟ على ماذا استأمنك؟ ما الذي يريدك أن تضيفه؟
والله حقيقة ما سؤال محير. نعم، ما في جواب يعني معين يصلح لهذا السؤال ربما. طيب، إذا أردنا أن نتحدث عن فكرة القصيدة التي يرى أحمد العمعوم أنها تستحق أن تعيش، ما شكل هذه القصيدة؟ إن كانت عن الوطن ومما يحصل به الآن، يعني القصيدة التي ستعيش إن عاشت لي قصيدة لا أظنها إلا التي في الوطن. نعم. لا تضيق واسعا يا أحمد، الحب أيضا يثبت أننا متشبثون بالوطن، الأمل يثبت أننا نستحق الحياة. نعم. الوطن يثبت أننا أبناؤه. نعم. أينما كنا. نعم. إلى قصيدة مختلفة. فضل. طيب. اقرأ ما تحب، لكن ارفع صوتك قليلا يا أحمد، أظنك خجولا قليلا. طيب. هل أنت هكذا في الحياة اليومية بشكل اعتيادي؟ نعم، عادة أنا هكذا. والله؟ نعم. طيب حاول شوية يعني تخرج من هذه الحالة وترفع صوتك قليلا حتى يعني تشنف أسماعنا بنصك الجميل، تفضل. طيب أبشر. أقول: حلت بأرضهم الكلاب السائبة، حلت بأرضهم الكلاب السائبة، وعدت على أعراضهم متكالبة. يا الله، يا من تقول انظر لبلوى غيرهم، أفبعد نائبتي بهم من نائبة؟ والله لو أبصرت قلبي بعدهم لظننت نار لظن بقلبي لاهبة، تعسا لعصر ساد فيه أراذل لهم السيادة لم تكن بمناسبة، مدت لهم أيدي حرائر جلق طلبا لجرعة ما فردت خائبة. يا الله يا الله، مدت لهم، مدت لهم أيدي حرائر جلق طلبا لجرعة ما فردت خائبة، ناموا قريري أعين وبطونهم حشيت بلحم والرعايا ساغبة، صبرا على ليل الطغاة فإنه لا بد أن يمحو النهار غياهبة. صبرا على ليل الطغاة فإنه لا بد أن يمحو النهار غياهبة. الله، لا تيأسوا من روح ربكم، ألا تكفيكم للمتقين العاقبة. ظنوا بمقتلهم، أو عفوا، ظنوا بقتلهم لبعض شيوخنا ستصير أمتنا الفتية شائبة، أو أن مقتلهم سيوهن عزمنا، خسئوا وهاتيك الظنون الكاذبة. فليعلموا أن الأبات وأننا سدنا مشارق كوننا ومغاربة، وليعلموا لن ننسى ثأر شيوخنا لو أن أمريكا أتتنا تائبة. وليعلموا لم ننسى ثأر شيوخنا لو أن أمريكا أتتنا تائبة. الله، ما أجمل هذه الخاتمة يا أحمد. أنا جدا مستغرب لأن الوقت مر سريعا رفقتك يا أحمد، وشبه انقضى وقت هذه الحلقة، لكن في الختام وقبل أن نودعك ونودع السادة المشاهدين على أمل اللقاء بهم مرة أخرى، أود أن أطلب منك رسالة إلى كل الشعراء من أبناء جيلك، تنبههم إلى مسألة معينة حتى يطوروا قدراتهم شعرا وحتى يتشبثوا بموروثهم. نعم. وعقيدتهم ودينهم فكرا. نعم. ومنهاجا، ماذا تقول؟ عليهم أولا أن يقرؤوا للشعراء القدامى، وأخص منهم المتنبي وأبو تمام، وفي هذا الزمان أو في هذه السنوات القريبة في الخمسينات، يعني أحمد شوقي، حافظ إبراهيم، البارودي، الجواهري، نعم، وهؤلاء الشعراء الكبار، أنصحهم أن يقرأوا لهم حتى يصيروا على خطاهم، وأن يبتعدوا كل البعد عن ما يسمى بالحداثيين أو شعر التفعيل بالخصوص. يعني أنت هون جاي يعني تفتح النار ومشاكل في نهاية الحلقة، الحلقة كانت كلها سلام ووئام، خلينا نتممها هيك، الله يبارك فيك. قد يقول قائل: تسلم تسلم يا أحمد، أكيد هذه دعابة لطيفة كانت مني في نهاية الحلقة، ولكن لك ما تحب ولكل ما يحب. طبعا الأدب بحر عريض، كل يأخذ منه ما يحلو له، في النهاية التاريخ كفيل بالفرز، وأكيد الجمهور يستطيع أن يفرق ما بين الغث والسمين، ما بين النفيس
والرخيص. نعم. شكرا لك أحمد العمعوم الشاعر السوري الشاب الصاعد بقوة، وأنا مصر على كلامي، سعدت جدا بهذه الحلقة رفقتك. وأنا أكثر والله أستاذ مصطفى، شكرا لك. الشكر موصول لك كذلك، ولكم أعزائنا المشاهدين موصول الشكر أيضا. مشاهدينا الكرام، في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم. انتهت هذه الحلقة، لكن موعدنا وحلقة أخرى من بيت القصيد يتجدد وإياكم الأسبوع المقبل بحول الله وقوته. كونوا دائما بألف خير، إلى اللقاء.